الأردنية اللي بعتمد على الطاقة النظيفة، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح. موضوع الروبوتكس أو الروبوتات، وهذا يعني نعم راح يحل الروبوتات في المستقبل، الروبوتكس محل الكثير من الوظائف الحالية، ولكن تبقى مشكلة فيها إنه بحاجة إلى سوبرفيجن، يعني بحاجة إلى إشراف مباشر. نعم. موضوعنا اللي هو اللي خلق الثورة الصناعية واللي راح يعني يقضي على معظم الوظائف المستقبلية ويستحدث وظائف جديدة، اللي هو موضوع الذكاء الاصطناعي أو موضوع الارتفيشال انتليجنس. نعم. الآن من بس تعريف بسيط على موضوع الذكاء الاصطناعي، لأنه ضروري المستمع يعرف شو معنى الذكاء الاصطناعي. نعم. الآن الذكاء الاصطناعي هو سلوك وخصائص معينة تتسم لها البرامج الحاسوبية تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، ومن أهم خصائصها القدرة على التعلم. نعم. والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج فيها الآلة، وهو فرع من فروع علم الحاسوب، ويهتم بتقييم العملاء الأذكياء مثل سمارت ايجنت، ويقصد بالعميل الذكي هو نظام حاسوبي يستطيع إدراك البيئة المحيطة به والتفاعل معها من أجل اتخاذ مواقف تسهم في تحقيق الأهداف التي تصممها لأجلها، يعني بنحكي عن سمارت ايجنت، وهو يحاكي القدرات الذهنية البشرية. نعم. الآن في تخصص رابع مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز، في بعض الكليات الخاصة طرحوه على مستوى مرحلة الدبلوم، نحكي الواقع الافتراضي، وهو راح يبلش فيه أتوقع من العام القادم. الواقع الافتراضي فيرتشوال رياليتي، بناء عالم خيالي يستطيع المستخدمون التفاعل معه، حيث يجب أن يكون هذا النظام مصمم بطريقة يجعل من الصعب على المستخدمين التفريق بينه وبين العالم الحقيقي. نعم. حيث يتم الوصول إليه من خلال ارتداء خوذة أو نظارات خاصة. نعم. أمثلة عديدة، الألعاب الإلكترونية، الأفلام والصناعات السينمائية، وفي عندنا التخصص الثاني اللي هو مندمج مع عالم مسمى الواقع المعزز، وهو دمج العالم الافتراضي مع الواقع. نعم. في عندي اللي هو تخصص ممكن يكون هو رقم 5 نسميه علوم البيانات الضخمة، Big Science and Big Data Analytics. وفي عندنا إنترنت الأشياء، وهذا موضوع حيوي جدا مرتبط مباشر بالذكاء الاصطناعي. نعم. وهو عبارة عن شبكة واسعة من الأجهزة المادية والمركبات والمتابعات المرتبطة معا بأجهزة حاسوبية ذكية، والاستفادة المعلومات والبيانات فيما بينها. باختصار هو تعريف متطول لشبكة الإنترنت وقدرة الأشياء من حولنا على الاتصال بهذه الشبكة تلقائيا بدون الرجوع إلى العنصر البشري. نعم. الآن نعم. ممكن يكون عندنا تخصص آخر من تسمية طباعة ثلاثية الأبعاد 3D printing، هي تكنولوجيا طباعة المجسمات. نعم. عندي تخصص لا يقل أهمية، وهو الآن هو العصر الحالي، هو الأمن الشبكات السايبر سيكوريتي. لأن بعض الجامعات العام الماضي بدأت في يعني اللي هو استقبال الطلبة في سايبر سيكوريتي، هي اللي نحكي عن جرائم إلكترونية وجرائم إلكترونية كل في العالم تقريبا 400 مليون دولار سنويا، وتعرض كبرى الشبكات العالمية لا مثل هذه الجرائم الإلكترونية في اليوتيوب محطة CNN وغيرها. وهذا الآن هو موضوع حيوي جدا لحماية الآن السيستم الموجود عندنا من هاكر. نعم. في عندي تخصص تاسع ممكن يكون مثل الابتكار الاجتماعي اللي هو السوشيال انوفيشن، وهي دراسة الاستراتيجيات والأفكار والأنظمة التي من شأنها تطوير استجابة المؤسسات بأشكالها الحكومية والخاصة لاحتياجات الاجتماعية. الآن موضوع العاشر، وهو الموضوع الحيوي اللي دخلنا فيه كورونا أو كوفيد 19، هو التعليم الإلكتروني الإي-ليرنينج، والأصبح الآن بأنواعه المختلفة ضرورة حتمية. نعم. والتوجه العام القادم للتعليم المدمج أو البيد ليرنينج وبأنواعه المختلفة، فأصبح يعني واقع يجب التعامل معه، وممكن يكون عبارة عن كتخصص. نعم. الآن بالنسبة لعملية آلية القبول، أعتقد أنه كان آلية القبول في الجامعات ولا توزيع على العمل. نعم. إذا تكلمنا عن آلية القبول في الجامعات، بعده ما زال المعدل الثانوي العام هو المحدد الوحيد للقبول الجامعي. نعم. طبعا الامر هذا اخي ايمان كان سابقا مقبول عادي، لانه كان المعدلات تحت الواقع، تحت الواقع الفعلي. الان بعد ما اضافت التعديلات اللي طرات على امتحان شهاده الدراسه الثانويه العامه، انا بوجه النظر الشخصي لم يعد معدل الطالب يعكس واقع الحال، وهذا يتطلب التفكير في اليات جديده مثل تفعيل السنه التحضيريه في الجامعات. هذه الموضوع طبعا موضوع تفعيل السنه التحضيريه كان توجه من مجلس التعليم العالي في عام 2018. نعم. ويعني بدأت تجربة في جامعة الملك سعود وجامعة الأردنية على تخصصي الطب البشري وطب الأسنان. نعم. كانت هناك هجمة شرسة عليه في حينه، طبعا أنا ممكن أبرر هذه الهجمة في حينه لأن كانت المعدات الثانوية العامة يعني جيدة وتعكس جزء كبير من الواقع. الآن أصبحت اللي هو ضرورية مضرة وملحة. أكيد. 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 دكتور، هناك دراسة أجريت قبل عامين بأن بحلول 2030-2040 سيكون أكثر من 18 مليون عاطل عن العمل بسبب التطورات التكنولوجية الهائلة. طبعا يعني الذكاء الاصطناعي سوف يحل محل الإنسان الآلي في السوق. كيف لنا
أن نربط بين التدريس وسوق العمل، والكل يحتاج إلى العمل بعد انتهاء الدراسة، فكيف تكون آلية الربط بين الجامعات وسوق العمل؟ أنا عملية اللي حكيتي أنت ممكن يكون في عندي اختصاص جديد مربوطة بالذكاء الاصطناعي، ممكن يكون عندي الآن بطالة كبيرة في بعض التخصصات. الآن إحنا الإجراء الفعلي والآن يطلب من جميع الخريجين من يحمل شهادة العلم الحاسوب العمل على تطوير كفاءاتهم وقدراتهم الذاتية. الآن الشهادة يعني اللي هي جامعية لا تعني أي شيء، هي عبارة عن يعني تصريح للمنافسة على فرصة العمل. أسباب الوجود الفجوة بين مخرجات مؤسسة العلم العالي وطلبات سوق العمل أسباب كثيرة. أنا ملخص لك إياها ببعض النقاط. يعني الآن عندي عدم التنسيق بين القطاع الصناعي والقطاع الأكاديمي لطرح التخصصات، ما في شراكات فعلية ما بين القطاع الصناعي وقطاع التعليمي، بحيث أنه هذه الآن التخصصات تعكس واقع السوق وحاجة السوق. وأعتقد أنه يجب إشراك القطاع الصناعي في إعداد البرامج والخطط الدراسية للطلبة بحيث يعطونا التغذية الراجعة من هذا السوق. الآن في عندنا تخصصات كثيرة موجودة في السوق المحلي راكدة ومشبعة، وهذه يعني أنا أطالب بإلغائها وتجميدها، لأنه الآن هي مخرج خريجين إلى بطالة مقنعة. الآن في البند هو بالنسبة للخريج نفسه، الخريج نفسه يعني لا ينتقل إلى يعني عنده معي شهادة الآن بكالوريوس أو معي شهادة ماجستير وخلاص وانتهت ولازم أحصل على وظيفة. الوضع الآن اختلف، في عندنا كفاءة، في عندنا مهارات، في عندنا قدرات. هو يجب يعني يعمل الخريج نفسه على تطوير نفسه، وبحيث إنه إيش يسلح نفسه بالمهارات اللي لازم سوق العمل في كل تخصص. بالحالة هاي إذا ما سلح نفسه يعني بصبح يعني يفقد تنافسيته ويصبح حاله كحال الخارجين الآخرين. صحيح. عدم متابعة طورات حديثة ومواكبتها بكل تخصص، يعني في عندنا كل يوم أبديت، ولازم يعني الخريج يتابع. يعني أخذت الشهادة قبل 10 سنين وجالس وبتصدر وظيفة، الآن صار وصار إيش هو كله، الآن المعلومات قديمة ووقفنا فيها الخريج. الآن النقطة الجوهرية بالنسبة للحصول على العمل هي اللغة الإنجليزية. أنا دائما بنادي وبطالب إنه الخريج والجامعة والمدرسين ركزوا على اللغة الإنجليزية، لأن السوق هو اللغة الإنجليزية. صحيح. وعدم إتقان اللغة الإنجليزية يعني عدم حصول على فرصة سواء كانت محلية أو إقليمية. الآن التدريب المستمر يجب أن يكون تدريب مستمر، يعني بحافظ على فرصة الإبقاء على كل جديد وحي في مجال التخصص. نعم دكتور، هناك كثير من الدول في العجلة السريعة، أكيد في دول العالم يستخدمون الذكاء الاصطناعي، يستخدموها في ظل أيضا جائحة كورونا بالبديل الأمثل لكثير من الأمور. نتحدث هنا بالأخص في الأردن والوطن العربي، موضوع اللي هو تدريب المتدربين لمواكبة طبعا التسرعات والتسارع في العالمي والعجلة العالمية، يعني أهمية هذا الموضوع لمواكبة العصر الجديد. الآن موضوع تدريب المدربين، الآن المدرب يجب أن يكون ملم ومتقن لعمله ومتقن بكل التحديثات اللي بتصير في مجال تخصصه، لأنه فقط الشيء لا يعطيه، هو مدرب، هو راح ينقل المعرفة والسكيلز للأشخاص الآخرين. بالحالة هاي يجب أنه العمل على تطوير الذات. نحكي عن الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي يعني مش تخصص، أجانا من المريخ وفرع من فروع علم الحاسوب. نتكلم عن إيش اللي هو الآن المشين أو البرمجة، هاي اللي هي تقدر تقرأ قدرة الإنسان وكأنه بحاكي الإنسان نفسه. يستنتج ويحلل ويعمل ردة فعل، وزي ما حكيت قبل شوي هو العميل الذكي. الآن لازم احنا نبقي اللي هو المدربين في حالة مواكبة التطورات والتكنولوجيا والأبدية وعجلة العالم. نعم. صحيح. طب دكتور، نتحدث عن التعليم التقني، وأقل من الطلبة يتجهون للتعليم التقني. طبعا تحدث عن أهمية التعليم التقني، توثيقه بالعملية السريعة والإنتاجية المرتبطة بسوق العمل. أخذي مال التعليم التقني طبعا هو مهم جدا. يعني ممكن إذا في معي وقت ممكن أخذ وقتي الكافي، لأنه هذا هو محور العصر وهذا هو السوق اللي بحتاجه. البداية عندي يعتبر التعليم التقني والمهني الأساس التي تبنى عليه النهضة وقتنا، وهما يشكلان قاعدة الهرم الوظيفي في الدول الصناعية المتطورة والدول المنتجة. وما لا يخفى على أحد أن هذا الهرم الوظيفي مقلوب في بلدنا الحبيب، ويشكل التعليم التقني والمهني رأسه بدري من أن يكون القاعدة. قد أدركت الحكومات المتعاقبة هذا الخلل وعملت على تطويره من خلال مجموعة من الأنظمة والتشريعات لتحث على هذا النوع من التعليم وتشجع الطلبة على الالتحاق به. وجاءت طبعا في توصيات اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وهذه اللجنة تمسك بمتابعة حديثة من مولاي جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، وجاءت الملك راني عبد الله منسجمة ومتماشية مع هذه التوجهات، يصار إلى التركيز على هذا التعليم. وكان في بند خاص في هذه التوصيات اللجنة الوطنية للموارد البشرية تتعلق بالتعليم التقني ودعمه ماليا،
يعني هو مكلف التعليم التقني. معظم الجامعات تعزف عنه، لا نحكي عن مشاغل ومختبرات ومكلف ورسومه كانت متدنية، ونحكي عن مشاغل ومختبرات، والخريج بهذه التخصصات يعني وجود فرص عمل قوية. فالآن يجب العمل من البداية من ديوان الخدمة المدنية، نعمل على تعديل التشريعات اللازمة لتخصص المهن الفني التقني اللي هو الحصل على شهادة الدوم بعد الثانوية العامة، رفع سلم الرواتب لهم، لأن أنا بدي أوطن التقني في هذا المجال. معظم الأشخاص اللي تجد تعليم التقني بيكون عبارة عن محاولة للتكسير، وهو عبارة عن يعني جسر بدي ينتقل منه لمرحلة التعليم الأكاديمي. إحنا بدنا التعليم التقني نوطنه من خلال وتقليل نسبة التكسير، ومن خلال أيضا أعطاهم حوافز وميزات للفنيين العاملين في هذا القطاع لاستمرار في عملهم من خلال رفع الرواتب والحصول على الوظائف. هو الآن هو يعني هو توجه، والسوق دائما يعني أنا بحكي دائما لأي قطاع صناعي أو يعني منتج بحاجة إلى 20 فني مهندس واحد، ولكن في الأردن عندنا عملية معكوسة، ممكن يكون في عندك 20 مهندس واحد فني مقابل. صحيح. دكتور، ما أنه دخلنا في الجيل الخامس كما تحدثنا، يعني كم بدنا وقت طبعا حتى نضع تخصصات جديدة يعني لمواكبة سوق العمل؟ يعني 4 سنوات، 5 سنوات، 6 سنوات؟ أختي، ما بدأت في الموضوع التخصصات، وحكيت لك بعض التخصصات الآن موجودة في الجامعات، أعتقد أنهم صاروا سنة أو سنتين مطروحات، في بعض التخصصات الآن راح يطرحوها يعني على فصل الدراسة الجديد، في بعض لسه مش موجودة. بناء على اللي متكلم عن تخصص الآن، إذا كان متخصص عن تعليم تقني فهو سنتين، تعلم عن تعليم الهندسي التطبيقي هو من 4 إلى 5 سنوات حسب قدرات الطالب ويعني وذكائه. الحل الآن دائما اللي هو العمل على اللي هو تطوير الذات في المجالات التخصصية، وحكيتك الذكاء الاصطناعي مرتبط أصلا مباشر في علم الحاسوب، والآن علم الحاسوب يعني هو عبارة عن المظلة العامة لهذا التخصص، وهذا يمنحك الذكاء الاصطناعي والسايبر سكيورتي اللي هو الآن المعلومات اللي بتحكي هو عبارة عن جزء من هذا التخصص. فالآن اللي هو إذا عندي خريجين كثر من الأمن الشبكات يعني خريجين في علم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات كثر، الآن يجب يعني منهم الطلب منهم أو هو نفسه يعني يبادر إلى تطوير ذاته. وفي هناك مثلا الجامعات أصلا يعني بالتوجه إلى إنشاء وإعداد مراكز لتدريب هؤلاء الخريجين بشكل مجاني باستقطاب مدربين من السوق أو من الصناعة اللي بيكونوا على دراية ومعرفة بالتكنولوجيا الموجودة. نعم صحيح. يعني بروفيسور في هندسة الاتصالات الدكتور يحيى خريسات، أنا بشكرك كل الشكر، شكرا لك، ويسعد صباحك في صباحكم عماني. صباحك، شكرا لك على هذه الصباحة. يا هلا، يعطيك ألف عافية. يا هلا.